السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في مادة الدراسة بلغة المقررة على الفرقة الرابعة علوم مصرفية. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت وابتدينا نتكلم عن الفاينانشال ريشيوز أناليسيز، تحليل المؤشرات أو التحليل المالي أو النسب المالية. قلنا المرة اللي فاتت ان الفاينانشال ريشيوز اناليسز هنتكلم فيهم عن اربع حاجات اساسيه: الليكويديتي ريشيو نسب السيوله، والاكتيفيتي ريشيو نسب النشاط، والبروفيتابيليتي ريشيو نسب الربحيه، والديبت ريشيو النسب الدائنه او النسب المديونيه. وابتدينا بالفعل المره اللي فاتت واتكلمنا عن اول نسب عندنا اللي هي الليكويديتي ريشيو او نسب السيوله. هنكمل بقى النهارده، هنتكلم ان شاء الله مع بعض عن الاكتيفيتي ريشيو او نسب النشاط. الاكتيفيتي ريشيو او نسب النشاط، ذا امبورتنت اكتيفيتي ريشيو ار، اهم نسب النشاط اللي هنتكلم عليها النهارده. هناخد بس خمس نسب سهلين جدا. اول نسبه التوتال اسيتس تيرن اوفر. يعني ايه التوتال اسيتس تيرن اوفر؟ يعني معدل العائد على الاصول، خد بالك بقى، او معدل، اسف، دوران الاصول. اي معدل دوران هنيجي نحسبه، البسط دايما عندي هيكون المبيعات. اي معدل دوران لما نيجي نحسبه دايما البسط اللي فوق شرطة الكسر هيبقى النت سيلز، صافي المبيعات. طيب المقام هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة هنجيبه من اسم النسبة نفسها. يعني انا بقول لك التوتال اسيتس يبقى اقسم على التوتال اسيتس، يعني النسبة بتاعتي هتبقى النت سيلز على التوتال اسيتس. طيب تاني نسبة الفيكسد اسيتس تيرن اوفر، معدل دوران الاصول الثابتة. قلنا اي معدل دوران يبقى البسط النت سيلز، خلاص. طب مين اللي في المقام اول اللي في المؤشر عندي اللي هي مين؟ الفيكسد اسيتس، يبقى اذا النت سيلز على الفيكسد اسيتس. تالت نسبة الكرنت اسيتس تيرن اوفر، معدل دوران الاصول المتداولة. نفس الكلام برضه هيبقى بس النت سيلز على الكرنت اسيتس، يبقى دي تالت نسبة. النسبة الرابعة الريسيفابلز تيرن اوفر ريشيو، معدل دوران الحسابات المدينة او العملاء. برضه هيبقى نفس الكلام، قلنا اي معدل دوران في الدنيا هيبقى البسط بتاعي هو النت سيلز، يبقى اذا ده عبارة عن النت سيلز على الريسيفابلز او اوراق او الحسابات المدينة يعني او العملاء. طيب رقم خمسة الستوك تيرن اوفر ريشيو، معدل دوران المخزون. نفس الكلام هيبقى النت سيلز بس هيبقى على الانفنتوري او الستوك اللي هو المخزون. يبقى دول كده الخمس نسب اللي اتكلمنا عنهم في نسب النشاط او اللي هنتكلم عنهم النهارده او اللي خلاص اتكلمنا بالفعل. اول نسبه عندي كانت معدل دوران اجمالي الاصول، قلنا النت سيلز على التوتال اسيتس، صافي المبيعات على اجمالي الاصول. الفيكسد اسيتس معدل دوران الاصول الثابته، يبقى صافي المبيعات على الاصول الثابته. معدل دوران الأصول المتداولة، يبقى صافي المبيعات على الأصول المتداولة. ومعدل دوران الحسابات المدينة أو حسابات القبض أو العملاء، يبقى النت سيلز على الريسيفابلز، صافي المبيعات على العملاء. والستوك أو الانفنتوري أو معدل دوران المخزون، يبقى برضو النت سيلز، صافي المبيعات على الانفنتوري. طيب تعال نشوف تمرين ونشوف نحل النسب دي ازاي. التمرين بيقول لي use the following financial statement data for XYZ company، استخدم البيانات بتاعة القوائم المالية التالية. ادي الـ income statement مديني الـ sales revenue والـ cost of goods sold والـ gross profit، إيراد المبيعات ناقص تكلفة البضاعة المباعة يديني مجمل الربح، ناقص الـ operating expense المصروفات التشغيل يديني الـ income before tax الدخل قبل الضرايب، ناقص الـ income tax يديني الـ net income صافي الربح. الفاينانشال بوزيشن ستيتمنت قائمة المركز المالي مديني الكرنت اسيتس، الكاش، الاكونتس ريسيفابل، والانفنتوري النقدية والعملاء والمخزون، والتوتال كرنت اسيتس واجمالي الاصول المتداولة، وادي النت فيكسد اسيتس الاصول الثابتة، وادي التوتال اسيتس ب 800، ومديني الكرنت لايبيلتيز والى اخره. والريكوايرد
determine ال activity ratio، حدد نسب النشاط. ركز بقى معايا، نسب النشاط اللي هم الخمس معدل دوران اللي احنا قلنا عليهم، اي معدل دوران فيهم قلنا البسط بتاعي هيبقى النيت سيلز. طب فين النيت سيلز؟ هنا اهي في قائمة الدخل اللي هي الكام؟ ال 800,000. يبقى الرقم ده ال 800,000. طيب يبقى ده اول حاجة هنحتاجها، النيت سيلز دايما عندي هتبقى 800. طيب انا عندي خمسة، اول حاجة اجمالي الاصول، ادي التوتال فيكسد اسيد، التوتال اسيدز عامة اهي 800,000. طيب بعد كده الاصول الثابتة، الاصول الثابتة اهي 160,000. طب بعد كده الاصول المتداولة اهي، الاصول المتداولة 640,000. بعد كده الحسابات المدينة، ادي الحسابات المدينة، ادي الحسابات المدينة. بعد كده المخزون خمس نسبة، ادي المخزون. يبقى دي الارقام اللي احنا هنستخدمها. يبقى اذا هنستخدم اول حاجة النيت سيلز عندي ب 800,000، الاصول اجمالي الاصول ب 800، الاصول الثابته ب 160، الاصول المتداوله ب 640، المخزون ب 256، والاكونتس ريسيفابل او العملاء ب 87,671. اول حاجه التوتال اسيدز تيرنوفر، النت سيلز على التوتال اسيدز، النت سيلز ب 800 والتوتال اسيدز ب 800 يبقى بيساوي 1. طب الفيكسد اسيدز بتساوي النت سيلز على الفيكسد اسيتس، النت سيلز خلاص هي ثابته ب 800، الفيكسد اسيتس قلنا كانت ب 160، يبقى اذا بتساوي 5. طيب الكرنت اسيتس، الاصول المتداوله، صافي المبيعات على الاصول المتداوله، صافي المبيعات الثابته ب 800 والاصول المتداوله ب 640، يبقى 1.25. الريسيفابلز اوراق القبض او الحسابات القبض يعني، بتساوي كانت المبيعات ثابتة ب 800 والحسابات القبض ب 87,671، يعني بتساوي 9.125. آخر حاجة الستوك أو المخزون، بتساوي هنقسم النت سيلز على الانفنتوري اللي هو هيساوي 800,000 على 256,000، هتساوي 3.125. يبقى كده يا دوب احنا بس جبنا الارقام من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، الارقام اللي احنا هنحتاجها، وعوضنا في القوانين بتاعتنا وطلعنا الارقام. طيب يبقى احنا النهاردة اتكلمنا في خمس نسب، اول حاجة التوتال اسيتس تيرنوفر اللي هو معدل دوران الاصول او اجمالي الاصول، عبارة عن النت سيلز صافي المبيعات على التوتال اسيتس او اجمالي الاصول. بعد كده اتكلمنا عن الفيكسد اسيدز تيرنوفر اللي هو معدل دوران الاصول الثابته، النت سيلز على الفيكسد اسيدز، صافي المبيعات على الاصول الثابته. بعد كده اتكلمنا عن الكرنت اسيدز تيرنوفر اللي هو معدل دوران الاصول المتداوله، اتكلمنا عن النت سيلز على الكرنت اسيدز او صافي المبيعات على الاصول المتداوله. بعد كده اتكلمنا او خدنا نسبه الريسيفابلز تيرنوفر ريشيو، النت سيلز على الريسيفابلز اللي هي صافي المبيعات على الاوراق او حسابات القبض او العملاء او المدينين او الحسابات المدينه. الستوك تيرنوفر ريشيو اللي هو معدل دوران المخزون، يبقى بيساوي النت سيلز على الانفنتوري. وجبنا الكلام ده من قائمه الدخل ومن قائمه المركز المالي، وعوضنا في القانون وطلعنا الارقام بصوره مباشره. وبكده نكون انتهينا من محاضرة النهاردة اللي اتكلمنا فيها عن الاكتيفيتي ريشيو، نسب النشاط اللي هم خمس نسب أساسية، معدل دوران الأصول الإجمالي الأصول، ومعدل دوران الأصول الثابتة، ومعدل دوران الأصول المتداولة، ومعدل دوران الحسابات المدينة، ومعدل دوران المخزون. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر في المحاضرة القادمة إن شاء الله.